الأسلاك الكهربائية بقرية واد الحديد بمدينة الجلفة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على سكانها بسبب التوصيلات العشوائية، إضافة إلى انعدام أدنى وسائل العيش الكريم. التريسيتي أنا من سنة 2000 نطالبوا به، وطالبنا به بجماعة محلية، يقولون رانا اليوم قدوة، رانا نجو، رانا راح مازال ما خلصش، راح ما كانش المقاول والطريق ثاني، عدنا واد منا واد منا، في وقت الشتاء ما نلقاوش منين ناخذ. راه ما عدناش المدرسة، الدراري هما يمشيو للواد، أنا أنقطعوا فيهم، نهار يجي الواد ما يروحوش. قنوات الصرف الصحي وغياب الطرقات والنقل ومشاكل أخرى أضحت تلاحق يوميات سكان واد الحديد. الطريق ما عدناش، الماء ما عدناش، التريسيتي ما عدناش، الطريق كشوف لها ما عدناش، وهي قنطرة الواد هاهوين والبلاد هاهوين، ما كيجي الواد ما عادش منعقو، والله ما عاد منعقو. واد منه واد منه. المهم خاصنا هاد الحوايج، الحوايج خاصنا. صب النو هذا ما يلقاش منين يقطع، هذا ما يلقاش منين يقطع، والمواصلات ما كانش باش يجي كار تديه ولا حاجة، ما كانش ما عدناش، لازم يروح وحده ولا تديه، ولا الكهرباء كما تخزر. ورغم كل الشكاوى التي تقدم بها سكان القرية، بقيت هذه المشاكل تزاحم وترافق أبناء وادي الحديد إلى أجل غير مسمى.